واحد بيقول ما هي الكتب التي تنصحنا قداسة بعدم اقتناءها للعلامة أوريجانس، وهل ترجمت كتبه العربية، وما هي اللغة التي كان يتكلم بها الآباء الأولون في بداية عصر بطل؟ اللغة اللي كان يتكلم بها الآباء الأولون هي اللغة اليونانية. الكتب التي أخطأ فيها أوريجانس، أهم كتاب هو كتاب المبادئ The Principles أو De Principis باللاتين، هو اللي فيه غالبية أخطائه.